تعالوا بقى دلوقتي نعمل مع بعض ايه وصفة. عارفين هي وصفة مستوحاة من البورج او من العصيدة، اللي هي فكرة ايه؟ ان احنا نبل الشوفان في سائل، والسائل ده هنزود له نكهات، وانا هزود له شوية فاكهة، وهنحوله الى كيكة بسيطة بتتعمل في الفرن في 25 دقيقة. مكوناتنا ايه؟ معانا شوفان، وعايزه شوفان المتكسر ده علشان ده هو ده اللي هيشرب السائل اللي انا هحطه فيه بسرعه. معايا كمان لبن وعسل، قرفه وجوز الطيب وفانيلا، ومعايا تفاح متقطع. انا هنا مختاره، يبقى معايا اخضر واحمر، انتوا تقدروا تختاروا اي لون تفاح موجود عندكم. طب ما بتحبوش التفاح؟ تعالى اوريكوا الطعم التاني اللي انا هعمله تقريبا بنفس المكونات، هعمله بالاناناس. معايا شوفان ولبن وعسل وفانيلا، دول ثابتين. هبتدي بقى هنا اغير نوع الايه؟ الفاكهه، الاناناس. هنا انا اكتفيت بالفانيلا، ما زودتش القرفه وجوز الطيب علشان خاطر ايه؟ هما معروفين بيمشوا اكتر مع التفاح. هعمل ايه؟ هاخد الشوفان لا خلونا قبل ما ناخد الشوفان احنا هندوب اللبن في العسل. وهنا على فكرة تقدروا تستغنوا عن العسل بأي محلى سكر طبيعي، أنا بفضل ستيفيا. كل حد إيه بيحب طعم سكر كده معين، في الناس اللي بتستخدم بدائل سكر يستعملوا. دلوقتي ايه بقى؟ هنزل بالشوفان بتاعي بالتدريج. طبعا انا من قبل ما ايه اشتغل في الوصفة انا مشغلة الفرن بتاعي. كمية الفاكهة انتوا تقدروا تتحكموا فيها، خلوا بالكوا انا بعمل معاكوا دلوقتي كمية فاكهة كتيرة، يعني انا حاطة تفاح كتير، مش لازم يبقى موجود الكمية دي كلها، هي ممكن تفاحة تعمل نفس الوظيفة. خلاص انا هوريكم القوام اللي هوصله اهو، شايفين كده؟ هبتدي ايه؟ ابقى مجهزة قالب بتاعي، وانا افضل هنا نستخدم قالب التشيز كيك. ليه؟ لان هي بتبقى فكرتها شبه الكيك بس مش ماسكه نفسها قوي زي الكيك، فعشان ما تتكسرش مني بستخدم قالب التشيز كيك اللي هو ايه، شايفين بعرف افكه من الجنب واشيل القاعده بتاعته، فيبقى سهل ان انا اطلع الكيكه بان انا بزقها من تحت. هي ايه؟ عارفين كيكه مستوحاه من وصفه البورج كده. الظريف جدا فيها ان هي ما فيهاش مكونات كتير، تقدروا تغيروا في الطعم براحتكم، وبتاخد 25 دقيقة في الفرن. فانتوا عارفين لو عايزين تعملوا دي فطار للولاد الصبح مثلا، انتوا هتعملوا ايه؟ هتصحوا الصبح قبل ما تصحوا الولاد هتحطوها في الفرن، وهي انتوا شفتوا ما بتاخدش 3 دقايق في التجهيز لو انتم مجهزين المكونات من بالليل في التلاجة. فايه هتاخد ال 20 دقيقة ال 25 دقيقة على درجة حرارة 180، اول ما تطلع يكونوا هما خلصوا لبس وبتاع، الولاد جاهزة تفطر. طيب عندنا خيارين، لو انتوا حطيتوا كمية تفاح كفاية زي اللي انا حطاها دي فهي زهرة، فمش محتاجة ازود تاني على الوش. طب ما حطيتوش كفاية خلوا شوية حطوهم على الوش. خلاص دلوقتي ايه دي هتدخل على فرن سخن 180 لمدة 20 ل 25 دقيقة. عايزة اعمل معاكم الوصفة التانية برضو عشان تبقوا شفتوا شكلها بيطلع عامل ازاي. الفكرة هي هي السائل بتاعي لبن، عايزين تزودوا نسبة البروتين في الوصفة دي، هتعملوا ايه؟ هتحطوا مع اللبن ممكن شوية زبادي، لو عندنا حساسية ألبان هعمل ايه؟ هتحطوا لبن جوز هند، هتحطوا لبن لوز، لبن شوفان. طول ما انا شغاله معاكم بعمل وصفات بيبقى فارق معايا قوي
ان انا اقول لكم البدائل، لانه مفيش حد بيقف على مكون مش موجود، ومفيش حد مثلا عنده حساسيه من حاجه بيقف وما بيعرفش يعمل وصفه. كل حاجه ليها بدائل. بس مثلا لو احنا عندنا حساسيه من الشوفان فمش هينفع نعمل الوصفه دي، لكن لو احنا عندنا حساسيه من الجلوتين هنتاكد ان احنا نجيب نوع شوفان مكتوب عليه انه خالي من الجلوتين، عشان ما يبقاش ايه دخل فيه خط انتاج بيتعمل فيه حاجه بالجلوتين. فلو انا عندي حساسيه شوفان، عندي حساسيه جلوتين، هتاكد ان الشوفان اللي انا جايباه مكتوب عليه انه خالي من الجلوتين واستخدمه. طيب ده كده الوصفه الثانيه جاهزه. بصوا البساطه والسهوله. تعالوا بقى ايه اوريكم بعد نص ساعة لما بتطلع من الفرن بيبقى شكلها عامل ازاي. انا مجهزة هنا اتنين معاكم. بصوا السمك انتوا تتحكموا فيه براحتكم. عايزة اقطعها معاكم. بقى ده بصوا هي ماسكه نفسها، فتقدروا عادي تحطوها في اللانش بوكس مش هتتكسر. تعالوا ايه ناخد شويه كمان من اللي بالاناناس. وغيروا بقى، يعني عايزين تزودوا فيها مثلا في مره زبده فول سوداني ليه لا، عايزين تحطوا فيها مكسرات ليه لا، جربوا تعملوا اي طعم انتوا او الولاد بتحبوه.